in the crossfire. It's caught in the crossfire. ابن زمور الجميل الذي تألق بقميص شباب بن غرير واليوم يحمل قميص النسور صلاح الدين باهي عنده كل لاعب عنده كاريزما وعنده شخصية في خط الوسط تصير كرة لمحور خط الدفاع بدر بنون للطرف الأيسر لليبي سند والفملي ميلان ديندا والكرة في تماس سريع وسام تمضي توك ساعة الأولى من المباراة والنتيجة كما أمام حضراتكم يا سادة يا كرام يا من تتابعون القمة الكروية بين السريع ورجاء 0-0 في انتظار أن تتضح الرؤى في انتظار أن يكون عندنا لاعب عنده بعد نظر في هذه المباراة ويسجل هدف سيقلب المباراة رأسا على عقب يخلينا نشوفه المباراة اللي تبناها اليوم بين رجاء وسريع وصل في خط دفاع رشاوية عبد الرحيم شاكر مباراة صعبة والكرة ضربة زاوية لرجاء ضربة زاوية لنصر الخضر عنده مبيدي من جديد صعود بدر بنون تحسن بدر بنون يتعين انصاف الفرص في هذه المباراة لتسجيل هدف يغيب عبد الإله حفيدي نعم يغيب زكريا حضرف نعم يغيب محمود بن حليب نعم لكن الكلمة الفاصلة قد تكون أحد المدافعين بدر بنون ونياسي في منطقة الجزاء سريع كرة في منطقة الجزاء بدر بنون والهدف والهدف الذي كنا نتوقعه جميعا قلتكم نعم 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 والإجابة جت نعم من بدر بنون الذي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة تصبح النتيجة 1-0 1-0 لنصور الخضر قلت أنه كان هناك إصرار تحس باللاعب اللي يكون عنده إصرار بالمقارنة مع لاعب آخر بدر بنون كان يتحين أن صفر فرص وهو يسجل هدف جميل لرجاء من كرة ثابتة بدر بنون الأسيست كان من قدم بيديه وبدر بنون يسدد الكرة براسه ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة تصبح النتيجة 1-0 اللاعب الذي كانت تحوم شكوك حول مشاركته في هذه المباراة هو من يسجل الهدف أمام سريع واتسون غنشوفوا مباراة مختلفة غنشوفوا مباراة مختلفة على ما تبعناه في تلت ساعة الأولى من هذه المباراة سريع سيمر لسرعة قصوى بحثا عن هدف